فعلاً فخامة الرئيس جوكو ويدودو الداعمة للقضية الفلسطينية والتي هي مبدئية. Imperialism and colonialism were offspring of that Western state system, and in common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. طب خالتي، أول شيء هي في إيدك الداحة، وبدنا نعطيك مقابل إنك تحكي العالم الأندونيسي من الدور. لا مش ممكن. بس عالم واحد انا بحبه، هو عالم اسرائيل. بس عالم واحد انا بحبه، هو عالم اسرائيل. شمال قطاع غزه، ايش اسم هذا المستشفى؟ مستشفى الاندونيسي شمال القطاع. تعرف ليش تسمى، ليش سموه بالمستشفى الاندونيسي؟ عشان دوله اندونيسيا هي اللي تعملته. برنسيب دون كارلو، بواب كارلو في ذاك المكان، كوين مدرج اسرائيل سبلون ممردكان فلسطين. sampai sekarang prinsip itu dipegang oleh negara kita. Dipegang oleh negara kita, termasuk oleh masyarakat luas, khususnya umat Islam. Oleh karena itu, maka tentu saja penolakan itu berdasarkan sejarah kita. Awalan kullu amin wa antum bikhair bimunasabat hulul syahr Ramadhan al-Mubarak. أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وهذا ما سعدنا به اليوم لقاء فخامة الرئيس جوكو ويدودو لتقديم التهاني بهذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية، متمنين لإندونيسيا كل الخير كل الازدهار. اليوم كانت فرصة ل رسالة فخامة الرئيس جوكو ويدودو الداعمة للقضية الفلسطينية والتي هي مبدئية لن تتغير كما سمعناها في حق نضال الشعب الفلسطيني نحو التحرر، نحو الاستقلال، نحو الحرية، والقدس عاصمة لهذه الدولة الفلسطينية. القيادة الإندونيسية تتابع عن كثب التطورات على الأرض الفلسطينية، وهي في نفس الوقت ترفض أي إجراءات ضد الشعب الفلسطيني تمس سيادته، تمس حقوقه المشروعة والوطنية. هذه كانت رسالة فخامة الرئيس لنا هذا اليوم، ونحن بدورنا نقلنا له الظروف والتطورات التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن، ونقلنا تحيات وتقدير القيادة الفلسطينية لفخامة الرئيس وللشعب الإندونيسي على مواقفه الثابتة والداعمة والتي لمسناها والتي لن تتغير. هذه مبادئ ثابتة مبدئية موجودة في مجتمع وعقول المجتمع الإندونيسي قاطبة. كل الاحترام، كل التقدير لفخامة الرئيس والقيادة الإندونيسية وللدبلوماسية الإندونيسية التي تبذل جهوداً رائعة في نصرة القضية الفلسطينية. شكرا لكم والسلام عليكم.